أيوب 24. ليه ما تخبيتش أوقات من اللي يقدر على كل حاجة، واللي يعرفوه ما يشوفوش أيامه، ينقلوا الحدود، يغتصبوا قطيع ويرعوه، يقودوا حمار اليتامى، يرهنوا طور الأرملة، يصدوا الفقر عن الطريق، مساكين الأرض يستخبوا كلهم، أهم زي الحمير الوحشية في الصحراء، يخرجوا لشغلهم، يطلعوا بدري عشان الأكل، الصحراء ليهم عيش لأولادهم، في الغيط يحصدوا العلب بتاعهم ويقطفوا غيط العنب بتاع الشرير، يباتوا عريانين من غير هدوم وملهمش كسوة في البرد، يتبلوا من مطر الجبال وعشان ما فيش ملجأ يتحصنوا بالصخر، يخطفوا اليتيم من السدر ومن المساكين يرهنوا، عريانين يمشوا من غير لبس وجعانين يشيلوا حزم، يعصروا الزيت جوا أسوارهم، يدوسوا المعاصر ويعطشوا من الوجع، ناس يتأوهوا ونفس المجروحين تقول الحقوني والله ما يتلفتش للظلم، دول يبقوا بين اللي متمردين عن النور، ما يعرفوش الطرق بتاعته وما يعودوش في الطريق بتاعه، مع النور يقوم اللي بيقتل، يقتل المسكين والفقير، وفي الليل يبقى زي اللص وعين الزاني تستنى وقت العشاء يقول ما بتراقبنيش عين، فيحط غطا على وشه، يسرقوا البيوت في الضلمة، في النهار يقفلوا على نفسهم ما يعرفوش النور، لأن الصبح عندهم زي وزي ظل الموت، لأنهم يعرفوا أهوال ظل الموت، خفيف هو على وش المية، ملعون نصيبهم في الأرض، ما يحطش وشه ناحية غطان العنب، وزي ما الجفاف والحر الشديد بيزيحوا مية التلج أو كده الهوية مع اللي يغلطوا، ينساه الرحم، يستحليه الدود، محدش يفتكره بعد كده، ويتكسر الخاطي زي شجرة، يغلط في العاقر اللي مخلفتش وما يعملش إحسان مع الأرملة، يمسك الجامدين بقوته، يقوم فما يأمنش حد على حياته، يديله يطمن فيعتمد على كده، ولكن عينيه على الطرق بتاعتهم، يترفعوا شوية بعدين ما يبقوش، وينزلوا لتحت زي الكل يتجمعوا، وزي راس سنبولة القمح يتقطعوا، ولو ما كانش كده فمين يكذبني ويخلي كلامي ولا حاجة.